يقول إذا كنت في السكن وكنت أرى الحرم فهل يجوز لي متابعة الإمام؟ ما يجوز إلا إذا اتصلت الصفوف ولم يبقى لك مكان، وأن ترى الإمام والصفوف متصلة من الحرم من المسجد الحرام إلى مسكنك، الصفوف متصلة والمسجد ممتلئ والشارع اللي بينك وبين المسجد ممتلئ، يجوز لك أنك تصلي إذا رأيت المأمومين، إذا رأيت المأمومين تقتدي بهم يجوز هذا. أما ما دام المكان واسع أو أنت بينك وبين الحرم شارع تمشي فيه السيارات والناس لا يصح الصلاة في هذا. نعم، الاقتداء، صلي لحالك إذا بغيت تصلي صلي لحالك، وأما أنك تصلي وراء الإمام هذا ما يصح.